مشاهدينا الحلوين الطعمين، اهلا وسهلا بيكم في رحله جديده من رحلتنا السعيده. يلا بينا نبتدي على طول، وعشان نبتدي الرحله لازم نتعرف مين الاسر اللي معانا النهارده ونبتدي نستقبلهم. نبتدي بالبنوته اللي معانا، الليدي بقى اللي معانا النهارده الاستاذه حبيبه. عرفينا عن نفسك يا بيبه كده، وقلنا عندك كام سنه وبتحبي تعملي ايه وكده. انا اسمي حبيبه. لا مش سامعه. انا اسمي حبيبه، انا عندي 9 سنين، انا بلعب، انا في جريد 5 وبلعب رقص. بلعب رقص ازاي؟ تلعبي رقص ازاي؟ ترقصي يعني؟ ترقصي ايه؟ هيب هوب يا ولد. وكونتمبرري وهاوس. كونتمبرري، بترقص رقص معاصر، اوكي. في حركات هنا فنيه رهيبه. والاستاذ يحيى، انت اخو حبيبه، عندك كم سنه؟ عرفنا نفسك اكتر. انا اسمي يحيى عادل، عندي 11 سنه، انا في جريد 6 وبلعب سباحه وكوره. يا ولد ماشي، بترقصي بقى مع اختك او كده؟ ماشي حلو، يعني حد يعمل حاجة والتاني لا. مامي. أيوة. أنا اسمي شريهان محمود. أه. ربة منزل، مش هقول عندي كام سنة طبعا. ما تقولي، محدش طلب منك يا شريهان. أصل حسيتهم إن لا لا، هما يقولوا عادي بس أنتِ تمام يعني. أه ماشي. بابا. أنا عادل جمال، مهندس كمبيوتر. مهندس كمبيوتر. أه. أوكي. وبابا. بابا. ماشي أوكي. أسرة الأستاذ يزونة. يزن قول لنا، عرفنا عن نفسك. اسمي يزن الكريم. ايوه. عندي 8 سنين. ماشي. وبتحب تعمل ايه؟ العب. العب. بتلعب ايه؟ احنا النهارده هنلعب لعب كوره. اه. فروسيه. وفروسيه، الله، دي لعبه حلوه قوي قوي، هنقعد نتكلم في الموضوع ده. طب واخوك؟ كوره وفروسيه برضو. برضو. واسمك ايه طيب؟ يمين كريم. أوه. وعندي 9 سنين. اه. وبتحب كوره وفروسيه برضو، وسمعت برضو انك بتغني. بتغني في كورال؟ يا ولد ماشي، كورة وفروسية إن شاء الله. ماما. أماني محمد. أيوه. عندي 29 سنة. الله أكبر. ده إيه الثقة دي؟ ما شاء الله، الله أكبر. أيوه. ومش بشتغل يعني، مؤخرا تفرغت. أوكي ماشي. بابا. كريم ربيع، محاسب، 36 سنة. أهلا وسهلا يا أستاذ كريم، أسرة واثقة من نفسها جدا، بتتكلم عادي عن السن، ودي حاجة كويسة جدا جدا جدا. طيب أعزائي الحضور، أهلا وسهلا بيكم في رحلتنا السعيدة. عايزين نبتدي الرحلة بتاعتنا. قبل ما نبتدي الأسئلة بتاعتنا، أحب أعرف أنتوا متعرفين أنتوا على بعض قد إيه، فهسأل كل واحد أسئلة كده. عادل. ولا ده ولا دي ولا ده. لا أنتوا عارفين بعض قد إيه. أنت وأسرتك. أوكي ماشي. هسأل عادل. يعني أكتر حد أعرفه. يا ابني عايز أسأل أنكل عادل. هجيلك حالا. جايلك والله. عادل، حبيبة، إيه أكتر لون بتحبه جدا جدا جدا؟ البيربل. البيربل فعلا؟ يس. أوكي. كريم خايف ليه؟ أنا؟ آه. هتضربوني؟ لا 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 لا، مفيش حد بيضرب حد هنا، لسه قايلين لا في ضرب ولا عنف ولا حاجة. أيوة. مفيش حاجة خالص. طيب، يزن، إيه أكتر كرتون بيحب يتفرج عليه؟ كرتون؟ ايه يا بابا انت معانا؟ انا مش عارف الكرتون اسمه ايه. يعني طب قول وخلاص اللي فيه. اسمه ايه؟ قول اللي فيه وخلاص. قول اي حاجه، بيقول لك قول اي حاجه وانا اقول لك اوكي. سبايدر مان. سبايدر مان؟ هو ده كرتون؟ ماشي صح. جميل قوي يا حبيبي. بينقذ بابا. ماشي صح صح يا بابا. شيري، قولي لي ايه اكتر حاجه بتنرفز يحيى جدا جدا من حبيبي؟ لما بتمسك مثلا النينتندو بتاعه والايباد الحاجات دي. طب ليه شيرنج سكيرنج يا يحيى؟ لا هو بيتضايق كده. ليه بيتضايق ليه؟ عشان ما بتسالش. ما بتطلبش، ما بتستاذنش يعني. انا هتقوم دلوقتي. لا لا مش هتقوم، ما تقلقيش. ما بتستاذنش؟ طب وانت ما هو يعني بتتعامل على ان حاجتكم واحده ولا ايه؟ ولا ايه؟ صح؟ هتعديها يعني. مش هيقول لك ايوه. لا مش هيقول لي ايوه. اه بس هو قال لي ايوه على فكره. ماما قولي لي يا ماما. يامن ويزن. قولي لي يامن، ايه اكتر اغنيه بيحب دايما يغنيها في الكورال اللي هو بيغني فيه؟ اغاني وطنيه. ايه بقى اكتر اغنيه؟ او ممكن اغنيه الحلوه دي. الله، اغاني بس الحلوه دي مش وطنيه. ما انا بقول لك او ممكن. او ممكن. أوكي. طب ايه الاغنيه الوطنيه اللي بيحبها؟ بتحب اولها ايه؟ اولها ايه؟ يا ماما مش بنحضر كل الحفلات والبروجرامات؟ لا لا بنحضر. ونذاكر ونغني.
ايه يا ماما بيغششها؟ صوت الجماهير. صوت الجمهور. صوت الجمهور. عليان احنا مش سامعينك يعني. ماشي انتوا معانا ولا احنا ايه؟ احنا معاكم ان شاء الله. طب ركزوا كده. طيب حبيبه قولي لي ايه الفريق اللي بابا بيشجعه في الكوره؟ اي اهلي ولا زمالك؟ ايه؟ ايه يا حبيبه؟ الزمالك. الزمالك؟ الزمالك. اختلفنا؟ لا مفيش اختلاف، لسه بنقول يا باباهات، ما عندناش لا اختلاف ولا اي حاجه خالص، ده انتوا القدوه، ركزوا معايا والنبي. اوكي قولي يا استاذ يزن، مين اكتر حد ماما بتكلمه في التليفون؟ بابي اكيد. الله، رد جميل والله. الولد ده جاي يظبط الدنيا ويمشي الموضوع. طيب قولي يا استاذ يحيى، ايه اكتر حاجه بتضايق ماما لما انتوا بتعملوها؟ بنتخانق. لما بتتخانقوا؟ وايه كمان تاني حاجه بقى؟ لما زي بتكون بتتكلم في التليفون واحنا اللي بنتكلم. ماما 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 تقعد تعمل الحركات دي صح؟ صح. ما هي حاجه تعصب بصراحه والله برضو. طيب ماشي اخر سؤال بقى نساله الاستاذ يزن، قول لي يا يزونه يامن، ايه اكتر حد من صحابه بيحبه اسمه ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن فعلا؟ زي الفل، انتوا عيله زي الفل، وانتوا عيله زي الفل، وانا شايفه ان احنا نبتدي على طول كده نسخن واحنا واقفين بالاسئله بتاعتنا، عندنا ثلاث مراحل اسئله، انا مين او انا ايه، الاسره كلها بتشترك، اوكي؟ وعندنا اختيارات وصح وغلط، الاطفال بس هما اللي بيشتركوا، لو عرفتوا تجاوبوا يبقى خير وبركه، جاوبتوا غلط خير وبركه برضو هتعرفوا الصح، ما عرفتوش خالص عندكم وسائل المساعده، يلا بينا نبتدي. يلا بينا. ايوه كده الحماس، ابتدوا معايا ونشوف على طول الاسره بتاعت حبيبه، انا مين او انا ايه؟ انا عاصمه السنغال. دكار. برافو يا الله. ايوه كده، انا عاصمه غانا. كوماسي. لا اكرا. اكرا. انت ما... انا عارفها دي. لا ده انا جايباها معايا مخصوص عشان الاسئله دي. اوكي. أنا صور يتم التقاطها من مكان مرتفع تعطيها صورة حقيقية لسطح الأرض ومعالمها. صور ساتلايت. لا. خدوها في المدرسة صور جوية. لا مش دي الساتلايت. سطحية. اسمها أيوة اسمها سطحية. إيه؟ صور الجوية. جوية. الجوية. جوية. برافو برافو يا شيخ. بتذاكر. أيوة بتذاكر. برافو بتذاكر معاهم. ماشي هنا. أنا صور يتم التقاطها من أعلى وتظهر سطح الأرض وتلتقط عدد أكبر من المواقع. فضائية. أيوة بقى هي. أيوة دي بقى. أيوة بقى. ماما بيبقى مبسوطة. طيب ماشي السؤال كم. هنا كم كم إيه؟ أنتوا صغير لغاية دلوقتي أنتوا بس ما جبتوش سؤال واحد. يلا، أنا من أشهر الشعراء والكتاب في مصر ومن أعمالي نشيد إسلامية يا مصر إنني الفدا. حافظ إبراهيم ده مين ده؟ لا. خمسة. أحمد. لا مصطفى احمد مين؟ أربعة ثلاثة اثنين واحد. مصطفى صادق الرفع يا أستاذ يحيى ذكرناها. ماشي هنا، أنا عالم فيزياء وكيمياء مصري استطعت أن أحقق نتائج عظيمة في مجال علاج الأورام بدقائق الذهب. مجدي يعقوب. لا مصطفى برضه. ما أعرفش. مصطفى برضه. ها خمسة أربعة ثلاثة خدتوها والله. اتنين والله خدتوها. مصطفى قمر. واحد. مصطفى السيد. مش ممكن مش ممكن. ماشي طيب تعالوا بقى ايه عشان تفرق. فوق لي فوق. انتوا ما جاوبتوش على سؤالين، هم ما جاوبوش على سؤال واحد بس. تعالي يا حبيبه تعالي يا استاذ اللي انت مهتم لي انت بقى بكام كام. شايفين البيسين ده؟ مليان كور الوان. في كوره واحده زرقاء. روحي كده عشان لما تيجي تنط. في كوره واحده زرقاء هاند بول، اللي هيجيبها اسرع هيكسب المهمه الاولى. هل جاهزين؟ اساعدك. برافو. جاهزين تشجعوهم؟ ايوه. يلا ريدي ستدي جو. حبيبه ولا يا يزن؟ خليكي قدام شويه. في ايه؟ شجعوا. يا زن. لا اول من كده عليها يا زن. تبقى واحد. يا زن. ولا يزن؟ دوروا كويس. دوروا افري وين. يلا يبان زيني فوق. يلا. تعالي هنا شويه. تعالي دوري هنا شويه. هنا. حد انا بابا. يلا يا بابا. يلا يا بابا. ها اي حد هيوصل؟ ايه
لونها ازرق كبيره كره هاند بول. يلا بيبا يلا كبيره يا يزن. يزن روح هناك. ها يزن يزن برافو يا يزن برافو برافو برافو. حلو قوي برافو جدا. هنخش بقى على صح وغلط. صح وغلط دي انتوا بس اللي بتجاوبوا مش بابا ولا ماما، بس عندكم وسائل مساعده. اوكي جاهزين؟ ركزوا معايا يا حبيبه ويحيى. تعد مصر موقعا جغرافيا واستراحه متميزه للطيور المهاجره مرتين في العام، صح ولا غلط؟ صح. صح طبعا. اوكي استخدم الانسان قديما في ارسال الرسائل الحمام الزاجل، صح ولا غلط؟ تاني كده. الإنسان استخدم الحمام الزاجل لما يعني حمام زاجل؟ أصلاً الحمام الزاجل يعني زمان كانوا بيبعتوا رسايل مع الحمام، مع الحمام الزاجل، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح. صح طبعاً ماشي. هو ده الحمام الزاجل بقى. يلا. يدق القلب مرة واحدة في الدقيقة الواحدة ومع كل دقة يدفع الدم إلى بعض أجزاء الجسم، صح ولا غلط؟ مرة واحدة في الدقيقة؟ خطأ. بابا هو اللي قال وشاف. بابا ده الخطأ والله. هو الخطأ غير ما يشوف. انت قلت غلط من غير ما بابا يبص فعلا. أيوه. صح. العظام الموجودة في الجمجمة لا تعمل على حماية المخ، صح ولا غلط؟ غلط. غلط. صح. ايوه انت قلت غلط. 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 هو انت مش معانا ولا ايه؟ غلط. هو ليه بيجاوب لوحده؟ ما هو غلط. اه ماشي. طيب الحرف اليدوية التراثية صناعات معتمدة على الأيدي العاملة وعرفتها مصر منذ القدم، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح. صح. إيه يا حبيبة أنت معانا عمالة تعملي كده وخلاص. الطاقة الحفرية هي التي نستخرجها من باطن الأرض مثل البترول والفحم والغاز الطبيعي، صح ولا غلط؟ ما هو ده اللي أنا بسأله. الطاقة الحفرية بنحفر. صح. ماما ماما احنا صغننين قوي على الحاجات دي. احنا صغننين قوي. عندهم وسائل مساعده. يا ماما خلاص. يا ماما والله خلاص. خلاص. البوينت راحت من هنا وهي صح طبعا. عرفت يعني ايه؟ عرفت يعني ايه الطاقه الحفريه اللي بنطلع بقى بيها بنحفر عشان نجيب بترول وفحم وغاز طبيعي، فاهم؟ ماشي. هو انتوا في سنه كام؟ لسه 3. هتاخدها السنه الجايه. ايوه ايوه. طب هو سنه كام؟ جريد 3. هما الاثنين. هما الاثنين انتوا توأم؟ نفس الكلاس. نفس الكلاس. انتوا توأم؟ لا. اوكي خطه كده عاملينها مع بعض. خطه. نبقى نشوف الخطه دي وتعالوا على طول نشوف بقى اللعبه والمهمه اللي بعدها. التانيين بقى يجوا لي بقى استاذ يحيى والاستاذ يامن. دلوقتي انا ربطت بقى ايه رجليكوا كويس جدا. هنعمل ايه؟ هنعدي ما بين القمعه دي اللي هيوقع قمعه هيرجع من الاول. هنروح ونرجع ونشوف مين اللي هيكسب في السرعه. جاهزين؟ ايوه. جاهزين تشجعوا؟ ايوه. يلا بينا الريدي ستيدي اند جو. يلا يا يمن. يحيى. يلا يا يمن. يا سلام يا يحيى. حاسب حاسب. يلا من الاول تاني. يلا ارجع. يلا يلا بسرعه بسرعه. يا ابني يا ابني يا ابني ارجع. يلا يلا تعالى تعالى. يحيى انت ارجع بسرعه. يلا انت ابتدي اتحرك تاني. يلا. لا مش محسوبه. مش محسوبه ازاي يعني؟ مش محسوبه ازاي؟ برافو. اه برضه مفيش فايده. يحيى كسب طبعا بجداره. يلا بقى نبتدي على طول الاختيارات بتاعتنا ونقول عندنا وسائل مساعده. لو ما عرفناش نجاوب عندنا بابا وماما او هنغني. اوكي ماشي. انا ممكن اغني لو ما عرفتش تجاوب. ما انت ممكن تجاوب اصلا ما تستبقش الاحداث. يلا السؤال هنا. برعنخ هو لقب في عصر الدوله المصريه القديمه اطلق على المعابد الجامعات الكبرى المستشفيات. خطا. لا هي اختيارات. غنوا. لا غنوا. غنوا. ده ايه عدم الثقه دي؟ لا ما يغنوا. لا هيغنوا هم يغنوا. غني حبيبي. ما ده حاجه. هقول لك تاني. ما هو الولد ممكن يجاوب بجد. استنوا ادوله. برعن ما تخترناش. طيب لقب في عصر الدوله المصريه القديمه اطلق على المعابد ولا الجامعات الكبرى
ولا المستشفيات؟ الجامعات الكبرى. برافو. شفتوا؟ ايه ده؟ شفتوا إيه ابنكم من غير ما يغني؟ إيه شفتوا فخر الأسرة؟ شفتوا؟ شفتوا الأندرستيميشن؟ تفرحوني؟ أيوه طبعًا. ماشي أوكي. تعرض لوحات حسي راع بالمتحف الإسلامي ولا المصري ولا القبطي؟ ما؟ باللوجيك، ده لوجيك، ده سؤال بتاع تفكير مش خدناه في حتة. تعرض لوحات حسي راع، ده مين؟ ده فرعوني ده أكيد صح؟ بالمتحف الإسلامي ولا المصري ولا القبطي؟ لا غني وخلاص. غني يا سيدي غني. الحلوة دي قامت تعجن من البدرية. غني معايا. وديك بيدن كوكو كوكو في الفجرية. يلا بينا على باب الله يا صنايعية. اجعل صباحك صباح خير يا استعطية. ماشي انقذ نفسه طبعا طبعا طبعا. بس احب اقول لك انه باللوجيك كده اكيد في المتحف المصري بالظبط كده. فهم؟ بس هو لا انا جاي امن نفسي. ماشي. خلينا نقول هنا في الفنادق يعتبر الترحيب بالزوار والعملاء من مهام موظف الاستقبال، المرشد السياحي، امناء المكتبات. يعني ايه؟ يعني لما بتروح فندق اللي بيرحب بالزوار والعملاء بيرحب بيك موظف الاستقبال الريسبشنست ولا المرشد السياحي الجايد ولا امناء المكتبات؟ قول انت قلت صح. اول واحده. اول واحده اللي هي ايه؟ الموظفين. بدري توزعين. مرشد الاستقبال. مرشد الاستقبال ازاي؟ مرشد سياحي او موظف الاستقبال؟ موظف الاستقبال. موظف الاستقبال هي دي ان شاء الله طبعا. ريسبشنست. المكان الابرز الذي يمكن الحصول منه على كتب للقراءه. يعني ايه؟ بنجيب كتب منين عشان نقراها؟ المتجر. المكتبات. المكاتب. اسمعني. المتجر. المتجر. ايوه بس خد الاختيارات. هو متجر بس اسمع الاختيارات. المكتبات العامه، النوادي الرياضيه، المراكز الطبيه. المراكز الطبيه. المكتبات العامه طبعا. ما انت لسه قايل لي هنروح المراكز الطبيه نشتري كتب ليه؟ يلا الحمد لله على كل شيء الحمد لله. ركزوا والنبي ركزوا. هنا من النباتات العشبيه التي تزرع في المنازل ولها فائده في اعداد الطعام، البوتس، الكزبره، الجارون. ايه؟ ملوخيه. ملوخيه بالايه؟ بوتس. كزبره. ايوه كزبره طبعا. احنا بنفكر في ايه؟ ماشي اخر سؤال ركزوا معايا والنبي. يعتبر نبات الياسمين من نباتات الزينه المزهره، العشبيه، نباتات ورقيه وغير مزهره. يعني ايه؟ الياسمين دي ورده. الياسمين معرفها. اللي بتبقى بيضة. انا احتياطي معرفش الاول صح؟ انا عرفتك عارفاه ده بتاع احتياطي انا الاول معرفش حاجه. الوردة الياسمين يعتبر نباتات الياسمين من النباتات. يلا هنعد بقى. الزينه المزهره، العشبيه، نباتات ورقيه وغير مزهره. خمسه. نباتات ورقيه وغير مزهره. لا الزينه المزهره. بس كويس انك الحمد لله جاوبت عامه. يعني ياسمين زينه مزهره. طيب احنا ما هنبطل اسئله لحد دلوقتي كده الحمد لله على كل شيء. وتعالوا نطلع نشوف هنعمل ايه كلنا كده على بعضنا. مين كسب في الحته دي؟ في الحته الجايه هنشوف هنعمل ايه كلنا في التوازي. بقى للتوازن وهنشوف مين من الاسر اللي معانا اللي هيعرف يعدي من غير لما يوقع اللقمة اللي قدامنا دي. يلا بينا. مين جاهز؟ انا. يلا على طول تعالى يا ام. حاول ما توقعش لقماع. انت طبعا وقعت في كل المهام اللي فاتت مش قادره اشيل تاني. يلا. الله 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 بص بقى. لا بس بقى امال ايه هي دي اللعبه. وانا ما قلتلكش. ما تبقاش بقى صدق يا يامن هتقع ولا ايه؟ انا مستعديه وانا بقى انا جايه القف. ها يلا شاطر يا يامن. برافو.
ها لا 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 والله شاطر. يلا يا امي يلا يا امي يلا يا امي يلا يا امي نوعا يلا يا امي نوعا امشي. انا ثانية واحدة، انا كل ثوانيك معاك. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا ابني هات الكور هنا. الله! ايه ده؟ ده بيعمل لي كده؟ ده بيعمل لي كده. يلا. يلا هات. هات من غير لما تحدف على حد. ما تحدفهاش انت عليه، انا اللي بحدف. يلا. يلا انت كمل. برافو يا يزن. يلا لا 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 ايوه كمل كمل لا اقع في النص يا ريت يلا 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 يمين مش عارف اصدق لا 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 يلا 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 لازم تكمل برافو ها انا بصد الله انت مش صد كده انا حارس انت حارس مرمى بجد يا ولد طب خد دي الله والله شاطر كمل كمل ماشي يلا يا حارس يلا يا حارس برافو لا بوشك بوشك امشي بوشك امشي بوشك ايوه امشي بوشك يا حارس يا مرمى انت والله شاطر الله ده بيعمل لي كده يا جماعه ده بيعمل لي كده يا جماعه لا 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 كمل انت بس كمل 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 يا ابني برافو يا يزن وقعه حلوه برافو برافو تعالى 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 ارجع تاني ولما ارجع اه وانا ما قلتلكش ما انت طلعتش يلا بسرعه يا ايمن بقى عشان ترجع يلا يلا عذاب عذاب يلا ده العظيم عذاب عذاب يلا 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 كمل ايمن بيحذف كمل لا 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 والله شاطر جدا ده الله وقد وقع يا من رحلة سعيدة رحلة سعيدة يلا يا ماما أكيد مش ههون عليكي ترميني بالكور ما يا ههوني للأسف أنا آسفة يلا يا ماما استني الدحكة يا أنا آسف أنا الله ماما الله إيه يا ماما الانتحار ده؟ هي خدتها من عصيرها ماشي استني سيبيني انا سيبيني انا هطلع يلا يا بابا رحلة سعيدة يلا يا استاذ كريم يلا يا بابا يلا قولوا بابا الله لا لا ما تقولوا كمل حالك ما لكش دعوه بيا خالص الله شفت انا طلعت انا سبت لك المجال يلا لا يا بابا لا يا بابا رجلي ورجلي لا مش كده يا بابا كده اه ايوه يا كريم يعني لا براحتنا بقى تمشي عادي يا كريم رجل ورجل عادي زي الكبار كده زي الكبار برافو سوبر برافو يا كريم برافو برافو يا كريم كمل يا كريم والله كمل انت شاطر يلا يلا شجعوا بابا برافو وهو بيقع بابا يلا يا بابا لا 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 الحمد لله الحمد لله على كل شيء الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله يلا يا بابا انا قمت انا عارف اصلي كنت يلا ايوه يا حبيبي الله يا سلام كمل يلا كمل امشي بوشك يلا يلا برافو يا برافو يا كمل انت كمل ادعى بيا كمل كمل ايوه يا يحيى كمل يو كان دو يلا يا يحيى يلا برافو يا يحيى برافو يا يحيى يا يحيى كمل يلا يلا يا يحيى لا 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 هيا ولا ايه هيا ولا ايه هيا ولا ايه يا يحيى برافو يا يحيى يلا ارجع يلا ايوه ارجع بقى عادي امشي عادي امشي بوش امشي بوشك ايوه كده اهو برافو الله انت كمان حارس مرمى يلا يا ولد يا ولد على حراس المرمى الله لا لا حراس المرمى هيقع ولا ايه يلا
يلا يا سلام نص الطريق، يا سلام عدى خلاص. يلا برافو برافو والله برافو جدا. يلا الله 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 لحق نفسه على الاخر. تعال يلا اقعد في حضني كده. يلا الله يلا يلا الله يا حبيبي الله يا حبيبي خلاص يا ناس يا حبيبي يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ايه يا حبيبي ده وراشه يا اخواتي الدانس عامل شغل. يلا 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 ايه ده ايه ده كنت رقص معاصر متحرك. الله هنوع الامه ولا ايه؟ هنوع الامه هنوع ولا ايه؟ لا لا ما هو واعد اخر ستيب. أرجوكي ما تقعي. يلا يلا يا شيرين. مش هقع. لا مش هتقعي. لا مش هقع. لا مش هتقعي. مش هتقعي خالص. شاطره جدا. مش هقع. مش هتقعي. مش هتقعي. مش هتقعي. برافو ماما. رحلة سعيدة. رحلة سعيدة. يلا. بس هيستحملني. يلا. هيستحملك بس أهم حاجة ما توقعش إقماع. أيوه. أيوه. ايوه. يا نهار ابيض ده بجد ده ايه الاستسلام ده؟ انا مش مصدقه الاستسلام اللي رفعت فيه النهارده. طيب كده يبقى مفيش غير الاستاذ يحيى هو اللي عدى رايح جاي في الاسرتين. برافو جدا جدا جدا. تعالوا نشوف هنعمل ايه في الفي ار. يلا مش والله جينا بقى للفي ار واحنا كده سخنين على طول نخش نشوف حبيبه هتعمل ايه النهارده. جاهزين تشجعوا بيبا؟ يلا يا حبيبه ادينا شويه رقص معاصر كده وانت ايه؟ وانت بتلعبي. يلا ايوه يا بيبا ايوه. يا نهار ابيض ما تخليش ولا واحده تعدي منك. بيبا فين بيبا؟ حاسبي يا بيبا اوعي تخبط اوعي تخبط. يلا هتخسري لو خبطت خبطت. برافو يا بيبا. يلا نشجع اكتر يا جماعه ولا ايه؟ يا سلام يا سلام يا سلام. الله الله يا بيبا برافو يا بيبو. بيبا بيبا برافو حبيبه بيبا برافو يا بيبا بيبا. الله الله اوعي دوت تيست دوت حاسس حاسس يا بيبا. برافو يا حبيبي برافو يا حبيبي برافو. هنكسب ولا ايه؟ هنكسب. خطيره يا بنتي بتقول لك ماما. والله فخر فخر الاسره. برافو يا بيبو برافو يا حبيبه. شكرا يا بابا. يحيى ما بيشجعش ليه التوتر ده؟ يحيى متوتر لك قوي. بيبا 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 بيبا. برافو يا حبيبه. دمس دمس ركزي ركزي دمس ركزي. برافو برافو يا حبيبي. شاطره جدا. بنكسب ولا ايه؟ بنعملها ولا ايه يا جماعه؟ بنكسب بنكسب. كسبنا يا جماعه. حبيبه كسبت يا جماعه. يلا نخش على اللي بعده نشوف مين اللي هيلعب من هناك. جاهز يا استاذ يزن؟ جاهز. يلا بينا يا يزن على طول. دوس كونتينيو بلاي وابتدي. اهو الزرار ده. ايوه ده بالظبط كده. يا يزن ايوه يا يزن لازم تخبط دول اخبطهم ولو جات لك بلوك ابعد عنه ابعد عنه. يا نهار يا نهار ابيض فعلا يا نهار ابيض فعلا يا نهار ابيض. الحمد لله على كل شيء الحمد لله على كل شيء. لحقنا يا يزن. معلش خسرت اللعبه بس لحقتك يا حبيبي. تعالوا بقى نروح على طول نشوف حدوته حلوه كده ونرجع نكمل العابنا تاني بامان. اهلا بكل اصحابنا اصحاب رحلتنا السعيده واهلا باصحابي اللي موجودين معايا النهارده بحكايه جديده من حكايات ماما سماح. قبل ما ابدا الحكايه هسالكم سؤال سهل مش صعب. لو قلت لكم ايه الحيوان اللي ممكن يبقى اشجع حيوان؟ الاسد.
ولو قلت لكم لو حابين نوصف حد انه شجاع نقول شجاع زي الاسد. بطل قصتنا النهارده اسد، اسمه جسور، وجسور يعني الشجاع، بابا سماه جسور يعني شجاع. لكن اصحابه وكل اللي يعرفوه سموه جسور الجبان، وهنعرف ليه بيقولوا عليه جسور الجبان. يجي صاحبه الدب، الدب دبدوب الطيب، يقول له يا جسور مش انت بتحب السمك؟ يقول له طبعا، مين بيحب السمك؟ انا. يعني انت بتحب السمك يا جسور؟ يقول له جدا جدا. يقول له طب تيجي بقى معايا النهر ونروح نصطاد سمك ويطلع السمك طازه كده ونشويه وناكله؟ يسكت جسور ويقول له انا اجي معاك النهر. يقول له اه. يقول له طب ولو طلع لنا التمساح انا هعمل ايه؟ يقول له تمساح ايه بس يا جسور اللي هيطلع لنا؟ مفيش تمساح هيطلع لنا ولا حاجة، التمساح بعيد. يقول له لا 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 لا، ممكن المرة دي بقى قريب. يعني جسور كل حاجة بيقول عليها لا لأنه خايف. روح جسور البيت ولقى مامته بتقول له أنا خارجة يا جسور عشان جدتك لازم أزورها لأنها وحشتني. جسور قال لها أنا كمان بحب جدتي قوي، وفعلا هي وحشتني كمان زي ما وحشتك يا ماما. قلت له طب إيه رأيك يا جسور تيجي معايا نزورها سوا؟ سكت جسور وقال لها بس 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 خلاص الدنيا هتبقى بالليل. قلت له طيب انا معاك يا جسور. قال لها لا 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 لا، انا بخاف، انا بخاف تطلع لي البومه بالليل، اصل البومه دي بتنام طول النهار وتصحى طول الليل، هتبقى موجوده. بلاش يا ماما ارجوكي بلاش، انا خلينا نروح بكره الصبح. قلت له لا، انا وعدت جدتك ان انا هزورها يبقى لازم هزورها. خلاص يا جسور خليك في البيت، انا عارفه انك من الاول مش هترضى تيجي معايا. جسور زعل، زعل انه زعل ماما، بس في الوقت نفسه مش قادر يتغلب على الخوف ده، مش قادر انه يعني يشجع نفسه كده يقول طب انا هروح، خلاص انا هروح. حاجه غريبه جدا الخوف ده، ممكن حد يبقى خايف يعني على طول على طول كده حتى لو مامته او بابا معاه؟ لا. لما زعل جسور قوي كده فكر وقال ليه انا مش شجاع؟ ليه كل اصحابي بيقولوا عليا جبان؟ طيب انا لازم انزل في الغابه ادور على الشجاعه، شكلها ايه الشجاعه دي؟ نزل جسور وفضل ماشي في الغابة الصبح، مشي مشي مشي، وفجأة يا أصحابي سمع صوت مزعج جدا جدا. إيه ده؟ إيه الصوت العالي ده؟ يا خبر، الضفدعة كانت عمالة تغني. صوت الضفدعة حلو؟ لا لا. ممكن الضفدعة تغني ويبقى صوتها حلو؟ لا لا. جسور قرب منها قال لها إيه ده؟ أنت صوتك عالي قوي ومزعج قوي، أنت مش خايفة إن صوتك ده يخلي ناس كتير من الحيوانات والطيور جيراننا في الغابة تبقى حاسة إنها متضايقة ومش عارفة تنام؟ قالت له إيه؟ قلت إيه؟ أخاف؟ لا يا جسور، أنا مش جبانة زيك، أنا شجاع. سكت جسور وقال هي دي الشجاعة؟ لا طبعاً، دي مش شجاعة، دي أنانية، إن الضفدعة بس عايزة تغني وما يهمهاش إن صوتها العالي المزعج ده ممكن حد يبقى تعبان، حد عايز ينام. جسور مشي وسابها وقال لها لا 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 لا، مش ممكن أبداً تكون دي الشجاعة، الشجاعة أكيد حاجة تانية غير كده. مشي 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 جسور وفجأة أخ، إيه اللي وقع على راسي ده؟ يا خبر، إيه ده؟ راسي بتوجعني. وقع جسور وبص في الأرض، عارفين لقى إيه؟ إيه؟ لقى ثمرة جوز هند وقعت على راسه. بص فوق لقى مين اللي فوق الشجرة؟ القرد. القرد أكل ثمرة جوز الهند وهوب راح رميها، وقعت على راس جسور. قال له ايه ده؟ انت ازاي تعمل كده؟ في حد يعمل كده؟ مش في سلة مهملات لو كلت حاجة وعايز خلاص كلتها عايز ترمي القشرة بتاعتها ترميها في السلة؟ انت مش خايف انك تعور حد؟ القرد ضحك وقال له ايه؟ قلت ايه؟ خايف؟ انت فاكرني زيك يا جسور؟ لا طبعا انا ما بخافش، انا اكل في الوقت اللي انا عايزه في المكان اللي انا عايزه، وارمي ثمرة جوز الهند وقشرتها في المكان اللي انا عايزه، انا شجاع. دي الشجاعة؟ لا لا. قولوا لي بقى تقولوا علي ايه؟ أناني. أناني، بياكل في أي مكان ويرمي القشر بتاع جوز الهند أو أي حاجة بياكلها، أو حتى الموز. طب إحنا الموز لما بيقع على الأرض وحد يدوس عليه بيحصل له إيه؟ بيتزحلق. وما يهمناش؟ لا. حتى لو مش بيتزحلق مش هي هتوسخ الأرض؟ أه. مش إحنا لازم نحافظ على نظافة المكان اللي إحنا فيه؟ أه. كده هو بيتندي. سكت جسور وقال دي برضو الشجاعة؟ لا دي مش شجاعة. لا أنا طول النهار ماشي بدور على الشجاعة مش عارف ألاقيها، أنا خلاص هرجع البيت وهفضل بقى زي ما أنا جسور الجبان أدام ما لقيتش الشجاعة. فضل جسور ماشي لحد ما وصل البيت
وأول ما دخل البيت يا أصحابي سمع صوت آه آه يا رجلي آه. مين بقى اللي كان بيقول كده؟ مامتو؟ مين؟ مامتو؟ ماما. مالك يا ماما؟ قالت له يظهر إن أنا وقعت ورجلي وجعتني بس بتوجعني قوي يا جسور. قال لها طيب يا ماما نشوف الدكتور. قالت له بكرة بقى خلاص الدنيا هتليل. قال لها وتفضلي متألمة؟ قالت له طب أعمل إيه؟ أنا مش هقدر أساساً أمشي، يعني أنا هحاول كده واحدة واحدة أمشي بالراحة، بس بالليل ما أقدرش أخرج أمشي بالراحة، ممكن أقع في الضلمة. تفتكروا جسور يعمل إيه لما الاقي ماما تعبانة؟ يطلع يجيب الدكتور. بس هو بيخاف من الضلمة، يروح. طب وبعدين أعمل إيه؟ ماما تعبانة وأنا لازم أتصرف، ماما تعبانة. فجأة جسور قال لها ماما. قالت له أيوه يا جسور. قال لها أنا رايح أجيب الدكتور. قالت له بيت الطبيب الجمل بعيد قوي يا جسور، ولازم هتمر على النهر اللي انت بتخاف تعدي من جنبه، ولازم هتمشي في الغابة اللي انت بتخاف تمشي بين أشجارها بالليل. يا جسور خليك، أنا عارفة أنك ما تقدرش تعمل كده. لا. لكن قال لها لا يا ماما أنا هقدر، أنا إن شاء الله هقدر. خرج جسور من البيت وهو كله حماس، وطول ما هو ماشي سمع صوت مين بقى في ودانه بتتألم؟ ماما. عدى من جنب الشجرة لقى البومة واقفة فوق بتقول له جسور بص. قالت له ما تخافش أنا هفضل طايرة فوقك عشان أحميك، إحنا كلنا حواليك، كلنا بنحبك، كلنا فخورين بيك عشان أنت خرجت في الضلمة وما خفتش. مشي جسور وعدى جنب النهر. مين اللي كان بيخاف يطلع له هو في النهر؟ التمساح. طلع التمساح وقال له يا جسور اوعى تخاف، انا طلعت بس عشان اقول لك ان انا هفضل اعوم جنبك طول ما انت ماشي عشان احميك واحرسك. يعني البومه طايره فوقه، البومه طايره فوق جسور، والتمساح عايم جنب جسور وهو ماشي. جسور كده يبقى بقى مطمن ولا خايف؟ مطمن. بس هو اساسا خرج وهو مش خايف من اي حاجه تقابله، لانه خايف على مين؟ مامته. على ماما. فضل جسور ماشي لحد ما وصل عند بيت الدكتور اللي هو الجمل. خبط على الباب، فتح الجمل. تفتكروا الجمل اول ما يشوف جسور بقى يعمل ايه؟ يتبسط ويستغرب. برافو عليكم، يتبسط ويستغرب. قال ايه ده جسور؟ بص كده وراه قال له فين ماما؟ قال له ايوه انا جاي لوحدي، ماما تعبانه ارجوك تيجي معايا تشوفها. قال له انا مش مصدق يا جسور، انت مشيت في الغابه بالليل لوحدك؟ يقول له ايوه انا مشيت لوحدي بالليل، لان طول ما انا ماشي سامع صوت ماما وهي بتقول اه، ما كنتش سامع لا صوت الخفاش ولا صوت البومه ولا صوت اي حاجه من اللي انا بخاف منها. صوت ماما وهي بتتالم كان الحاجه الوحيده اللي مدياني حماس ان انا لازم انقذها. الجمل قال له حالا انا جاي معاك عند ماما. خرج الجمل ومعاه جسور ومشوا لحد ما وصلوا لبيت جسور، ودخل جسور البيت. الجمل قال له دلوقتي هتلاقي ماما خفت، كل الألم اللي ماما كانت حاسه بيه صدقني دلوقتي هيبقى سعادة، لأن الأمل اللي كانت بتحلم بيه طول عمرها اتحقق بس النهارده. معقول؟ جسور أنت فعلا رحت وجبت الدكتور؟ قال لها أيوه يا ماما. الدكتور طهر الجرح اللي كان في رجل ماما، كشف عليها، قال لها أنا عارف إن أنت دلوقتي الألم مش حاسه بيه زي الأول، لأن خلاص جسور حقق لك كل حاجة أنت كنتي نفسك إنها تحصل. جسور النهاردة بقى شجاع. جسور كان فرحان وقال له ماما وقال للجمل أنا ما بحبش كلمة الخوف دي أبداً، أنا خلاص ما عادش حد هقول عليا جبان، وما عدتش هقول تاني خالص أنا بخاف. قال له على فكرة يا جسور الخوف مش دايماً حاجة وحشة، خوفك على الناس اللي بتحبهم هيخليك دايماً تتصرف كويس عشان ما تزعلهمش منك. خوفك النهاردة على ماما كان هو السبب اللي خلاك تبقى شجاع. خوفك كمان من إنك تبقى مش شاطر هيخليك دايماً تعمل كل حاجة حلوة عشان تبقى شاطر. يعني إحنا مثلاً في المدرسة خوفنا إن إحنا نجيب درجات مش حلوة هيخلينا دايماً نعمل إيه؟ نبقى أحسن. ودايماً نعمل إيه؟ نذاكر. إيه رأيكم بقى في جسور؟ حلو. جسور في الآخر بقى شاطر ولا لأ؟ شاطر. أصحابي دي كانت قصة جسور الجبان، بس جسور لسه جبان لحد دلوقتي؟ لا. يعني ممكن نقول عليه جسور الشجاع؟ اه. طيب الخوف اللي كان دايما مسيطر على جسور، هل الخوف ده دايما حاجه وحشه؟ لا.
طب ايه الخوف الحلو وايه الخوف الوحش؟ الخوف الحلو ان هو ما يخافش ونخاف على بعض، ان احنا نخاف نزعل حد بنحبه، فدايما نعمل الحاجات اللي تخليه مبسوط مننا. ان احنا نخاف ان احنا نجيب درجات مش كويسه، فدايما نبقى عايزين نذاكر ونعمل الواجب ونعمل كل حاجه مطلوبه مننا. ده الخوف الحلو. لكن الخوف الوحش هو الخوف اللي كان مخلي جسور مش عايز يلعب مع الدب، خايف يخرج مع ماما يزور تيتا. من اليوم ده جسور اتغير كتير يا صحابي، بقى الصبح يخرج مع صاحبه الدب، يروحوا شويه يصطادوا ويجيب لماما السمك، ماما تعمل له اكل حلو قوي، ومره تانية يروح مع الجنينه يلعبوا بالكوره ويبقوا مبسوطين وهما بيجروا ورا بعض في الشمس والجو الجميل. ماما كانت مبسوطه جدا بجسور، وكل اصحابه كمان كانوا مبسوطين منه، وعرفوا ان جسور بقى جسور الشجاع مش جسور الجبان، وعرفوا كمان ان جسور كل الحاجات اللي كان بيخاف منها ما بقاش خلاص بيخاف منها. دي كانت قصتنا النهارده، جسور الجبان. ايه بقى اللي عجبنا في القصه؟ اللي هو تحدى جسور ومشي بالقلعه عشان يجي بالدكتور لمامته وساعد مامته، انه ساعد مامته. حلو قوي. اللي هو اجتهد ان يساعد مامته عشان تخف. حلو قوي. هو ما خافش من حاجه بالليل، مخافش من حاجة بالليل، وعشان ينقذ مامته خرج في الضلمة. كل دي حاجات جميلة جدا، كل دي حاجات أي حد فينا ممكن فعلا لو كان في مكان جسور وماما بعد الشر تعبانة لازم بسرعة من غير ما يفكر هيعمل أي حاجة عشان يخفف الألم عن ماما وينقذها. أصدقائي، أتمنى قصتنا النهاردة تكون عجبتكم، وأشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ماما سامح. بقى لألعاب الترابيزه، وهنشوف بقى الاستاذ يحيى والاستاذ يامن هيعملوا ايه، ومين هيدخل الكوره الناحيه الثانيه. الاول جاهزين؟ جاهزين. كل واحد هيعرف هيعمل ايه؟ يلا بعد جو. ريدي ستيدي جو. الله يا يحيى، الله يا يحيى، الله يا يامن. يامن يامن مش عارفه العب. بالهوا بالهوا بالهوا، مش بالهوا بالهوا. لا لا لا، بتزقها بالهوا. انا مش عارفه. بالهوا بالهوا يا يحيى، ولاد بالهوا بالهوا، يعني نو من بعيد بالهوا. انا عرفت ده. ايوه قول قول. ايوه بالهوا. إيه وصلوا لبعض بس؟ ايه وصلوا لبعض بالهوا، بعيد من بعيد انت. بالهوا بالهوا يا حبيبي، بالهوا كده. ماشي ماشي ماشي، خدني قد عقلي. بالهوا من بعيد. بصي ها، احنا في نفس الحته تقريبا. بس يحيى يحيى يحيى، خلاص وانت واقف لسه بتهوي. ماشي يحيى هو اللي دخل الكره الاول، الفريق الاحمر. تعالوا نشوف اللي بعده هيعمل ايه على نفس الترابيزه. انت بتضحك عليا. تاني لعبة ترابيزة بقى، هنشوف مين اللي هيعرف يوقف الأزازة، ونشوف الكورة هتروح لمين أسرع والأول. جاهزين؟ جاهزين. يلا واحد واحد بقى حبيبة. الله يا حبيبة، بس إيه ده، خليها عندك شوية. ماشي يلا. الله، ده واضح إنه ماتش قوي قوي، ممكن تبقى قدامكوا أكتر. يلا حبيبة يزن. حبيبة عندك يا حبيبة. يزن يا ولاد قدامكوا. هو اللي حصل. يلا برافو يزن. ايوه بقى يلا يلا يا ابني قدامك. يلا يلا يا يزن برافو. يلا حبيبي برافو يا يزن، برافو برافو يا حبيبه. واو ماشي برافو. يلا ده على رأيك بقى. الله الله الله. يلا يا بيبو. يلا دول دورها. يلا يلا يلا. أوه فاضل
تقول لك زنده وتطلع بره. برافو يا زين، هو اللي كسب في المرحله دي. عمالين نعوض بعض اهو. يلا نخش على اللعبه اللي بعدها ونشوف اني فريق اللي هيكسب كده، الفريق الاحمر والفريق الاصفر. هنشوف بقى ايه اللي جاي، الاحمر ولا الاصفر. مفيش سكور. اجواء حماسيه مسيطره على الرحله دي ما بين استاذ يحيى اتفضل والاستاذ يامن. هل انتوا جاهزين؟ أيوة. اكيد يعني، اكيد يعني. حماس حماس بقى، ما انا داخله بحماس. أيوة. يلا بينا ريدي ستدي جو على طول. الله يا يحيى، اول كوره، اول كوبايه عند يحيى، او تاول كوبايه عند يامن، ثاني كوبايه عند يحيى. مفيش. ايوه برافو، بنصف عصافير. ثالث كوبايه عند يحيى، مش ممكن يا يحيى. رابع كوبايه عند يحيى، مش ممكن يا يحيى، مش ممكن. خلاص يبقى انت خلصت، وانت فاضل لك كور عندك لسه. اه يلا لسه لسه. برافو، اضرب جامد، اضرب. ايوه مفيش، عصافير. ايوه زي ما كنت بتضرب. ايوه كده ولا جت. يلا اه ايوه اه. كوبايه واحده وقعت الحمد لله. ماما بتسقف بحراره، ولكن الفريق الاحمر يظل هو الكسبان لانه وقع عدد كوبايات اكتر. يلا نشوف هنعمل ايه في اللي بعده. معلش معلش. جينا بقى لاخر لعبه ترابيزه. لغايه دلوقتي الفريق الاحمر متقدم على الفريق الاصفر نقطتين بس. هنشوف بقى، انتوا ممكن تبقوا بتتعادلوا عادي جدا وتكسبوا في البازل. هنشوف، بتلعبوا بازل دايما مع بعض؟ ايوه. بنتعاون واحنا بنلعب بازل؟ أيوة. ولا بنتخانق؟ لا مش بنتخانق. ساعات. لا مش بنتخانق ساعات. اخد انهي اجابه؟ الحقيقه ايه؟ الحقيقه؟ اه مش بنتخانق. ماشي، انا هاخد ان الحقيقه ان احنا ما بنتخانقش. يلا نبتدي على طول. كل واحد عنده نفس عدد البيسز احنا شايلينها، فهنشوف مين اللي هيكون البازل بتاعته بالتعاون مع اخوه واخته الاول. جاهزين؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي اند جو. ينفع اقربها؟ ايوه طبعا قربها. شو حياتكم بقى. فريق متعاون اهو، خدوا البازل. موت واحده عايزين الساعه، انا هروح الساعه. حط روح التعاون قويه جدا. مين هيبقى اسرع يا ترى؟ دي هنا. دي تحط فين ده؟ لا لا ايوه ده. دي تحط هنا؟ ودي بتتحط هنا؟ انتوا ايه؟ سيبونا. سيبونا ولا ايه؟ ما تركزش، ركز بس ان انت تبقى بتخلص. دي بتتحط هنا. لازم نروح السايد. لا لا لا. مثلا؟ صح صح صح. هنا دي هنا. برافو يا صح. يا من برافو. وانت صح برضه، برافو يا صح. دي هنا؟ فين الديناصور؟ طب دي طيب، دي هنا؟ احنا قربنا نخلص هنا ولا ايه يا وليد؟ ايوه. احنا خلصنا 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 يا جماعه، ده احنا خلصنا بسرعه جدا جدا. مش ممكن على الفريق الاحمر واللي عامله فينا في الجزء الاول، لسه عندنا جزء تاني، لسه عندنا امل ان الفريق الاصفر يشم نفسه شويه واكيد هيعرف يكسب ويتحدى ويسابق ويعمل حاجات كتيره جدا. لكن دلوقتي احنا وصلنا لغايه نهايه الجزء الاول بتاعنا. ما تروحوش في حته، بكره في نفس الميعاد عندنا الجزء الثاني من رحلتنا لسه مكمله. بس دلوقتي نقول لهم ايه، اتبسطتوا؟ ايوه. طب نقول لهم باي باي. باي باي. 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 باي.